يمتلك بعض اللاعبين قدرات كبيرة ومهارات خيالية تؤهلهم للعب في أعلى المستويات، لكنهم في المقابل لا يملكون العقلية والالتزام الكافي للتواجد بالفعل رفقة أحد الأندية الكبرى في أوروبا. ومن بين هذه الأسماء النجم الجزائري يوسف البليلي، الذي هرب مؤخراً من صفوف أجاكسيو الفرنسي وبات أحد الأسماء في القائمة السوداء بالنسبة للأندية الأوروبية، فإلى أين يرحل؟ على مدار السنوات الماضية فشل النجم الجزائري يوسف البليلي في إعادة الحياة لمسيرته الكروية بعدما حصل على العديد من الفرص للتألق في أوروبا وإنقاذ رحلته مع الساحرة المستديرة. وعرف البليلي طوال مسيرته بكونه لاعباً مشاغباً ومثيراً للمشاكل، سواء بإشعال الخلافات مع رفاقه أو التمرد على مدربيه أو حتى الهروب من الأندية التي لعب لها. وآخر ضحايا يوسف البليلي في أوروبا هو نادي أجاكسيو الفرنسي، الذي يعتبر أحد المهددين بالهبوط عن دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، بينما تركه البليلي في توقيت حاسم. واختفى النجم الجزائري يوسف البليلي بشكل مفاجئ غائباً عن التدريبات دون أي إنذار مسبق، لتبدأ رحلة البحث عنه دون أي نتيجة قبل أن تكشف الصحافة الفرنسية حقيقة ما حدث. وأكدت الصحافة الفرنسية أن النجم الجزائري تواجد في أحد المطارات بشكل مفاجئ دون وجود معلومات عن وجهته، قبل أن يظهر بعد ذلك في مدينة وهران الجزائرية مسقط رأسه. البليلي أشار في نعي عبر حساباته الشخصية إلى وفاة عمه، وأنه السبب في رحيله المفاجئ نحو مسقط رأسه، إلا أن أسباباً أخرى كانت هي السر وراء الهروب الجديد، إذ لم يحصل البليلي على مستحقاته من جانب أجاكسيو على مدار أشهر، وعقد جلسة مع الإدارة مطالباً بمستحقاته وحصل على وعد بالحصول عليها، لكن هذا لم يحدث، ليقرر النجم الجزائري الرحيل في وقت حاسم من الموسم. وفي كل الأحوال فإن عقد البليلي ينتهي مع أجاكسيو بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أن اللاعب لن يتعرض لعقوبة قاسية بسبب هروبه، وأقصى ما قد يحدث هو عدم حصوله على مستحقاته من جانب النادي، والتي لم يحصل عليها حتى الآن. وعلى مدار عام ونصف ظل البليلي في أوروبا يهرب من فريق إلى آخر، ما جعله بالتأكيد على رأس القائمة السوداء والمسجلين خطر مع أندية أوروبا، ليبدأ البحث عن رحلة جديدة. كل التقارير تؤكد أن البليلي سيبدأ مشوارا جديدا مع الأندية العربية بعد رحلة خاضها في الدوري الجزائري وكذلك التونسي من بوابة الترجي، ثم الأهلي السعودي وكذلك قطر القطري. وهناك العديد من الأندية التي قد يتواجد البليلي في صفوفها خلال الفترة المقبلة، على رأسها الترجي الذي ساعده في العودة لعالم كرة القدم بعد إيقاف دام لمدة عامين نتيجة تعاطي المخدرات. وربما يفكر البليلي في العودة إلى مولودية وهران، حيث بدأت رحلته في الجزائر، كما ارتبط اسمه على مدار السنوات الأخيرة بالنادي الأهلي المصري، الذي قد يستفيد من قدراته الكبيرة.